بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن قصة الإمام ابن حنبل والخباز. قصة الإمام ابن حنبل والخباز قصة رائعة نتعلم منها فائدة الاستغفار، فهو المخرج من كل ضيق ومفر من كل هم في هذه الدنيا، وباب من أبواب استجابة الدعاء تعالى. لنتعرف تفاصيل هذه القصة المعبرة. كان الإمام ابن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد، ولكن منع من المبيت فيه بواسطة حارس المسجد، لأن الحارس لا يعرف ابن حنبل لأنه كان في مدينة أخرى. حاول الإمام ولكن لا جدوى، فقال الإمام للحارس: سأنام موضع قدمي. وبالفعل نام مكان موضع قدميه، فقام حارس المسجد بإبعاده من مكان المسجد. وكان الإمام شيخا وقورا، وتبدو عليه ملامح الصلاح والتقوى، فرآه خبازا. فلما رآه بهذه الهيئة عرض عليه المبيات، وذهب الإمام مع الخباز. فذهب الخباز لتحضير عجينة لعمل الخبز، وسمع الإمام الخباز يستغفر، ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال، فتعجب الإمام. فلما أصبح سأل الإمام الخباز عن استغفاره في الليل، فأجابه الخباز: إنه طوال ما يصنع عجينة ويعجن فهو يستغفر. فسأله الإمام: وهل وجدت للاستغفار ثمرة؟ والإمام يسأل هذا السؤال وهو يعلم ثمرات الاستغفار. فقال الخباز: نعم والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت، ما فيش غير دعوة واحدة بس اللي ربنا ما استجبهاش لي. فقال الإمام: وما هذه الدعوة؟ فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد ابن حنبل. فقال الإمام: أنا أحمد ابن حنبل، والله إني جررت إليك جرا. ففي النهاية لا نملك غير أن نقول: سبحان من جعل الاستغفار مخرجا من كل ضيق ومفر من كل هم، باب من أبواب الاستجابة الدعاء. ومن هنا تنتهي حلقة النهاردة. أتمنى رب أن أكون أفاد حضراتكم أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهد، لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.